انا مع الاستاذ الجميل اللي مع لا والله الاستاذ الجميل احمد حلمي ونعم الناس. واحنا في امريكا وانا ما شميت رحت في الاوتيل جيت له قابلته وهو انا طالع على اسعاد يونس وكنت هتكلم عليه وهو كان زعلان مني وقلبه ابيض دلوقتي معايا الحمد لله اتصفينا. هو هيقول لكم كلمه حلوه لاهل مصر. يا حبيبي ده الراجل ده انا اعرفه من زمان وهنا نار على العالم يعني وصل العالميه. لا والله لا ده انا غلبان ده انا سقط ابتدائيه وبشتغل كهرباء وانا بحبك ليه؟ انت كنت في السعوديه وانا كمان كنت في السعوديه 27 سنه وانت قلبك ابيض وراجل يعني سكره والناس كلها بتحبك. الله يكرمك ابو حميد وخلي لك ولادك يا رب. حبيبي يا احمد يا حبيبي. هو فين بقى في امريكا؟ ده كان بشرب شاي على القهوه في سانسيت في امريكا وواحد في القهوه قال لي يا احمد حلمي هو ومنى قاعدين في فندق لندن ورانا. طبعا تاني يوم قمت الصبح انا عارف بيفطر الساعه كام قالوا لي بنات سعوديين. رحت هنتني قاعد من الساعه 10 من 9 ونص لغايه 11 ما طلع الساعه ونص. مين طلع؟ استاذ كريم عبد العزيز. قلت يا احيى وانا ما اعرفوش خدني بالحضن وحضني وبتاع. قلت له احمد حلمي قال لي جوه. احمد حلمي عارفه جاي مبسط قاعد في مطعم ولقى يحيى قدامه. يا عم احمد انا قاعد لك يحيى قام قال لي زعلان منك وبتاع وبعدين اتصفينا كان عشان فيلم وفيلم. قام خدني بالحضن ومراته مدام منى كانت قاعده معاه. انا بحب احمد قوي اخلاقه. قلت له قول حاجه لمدام اسعاد لان بتحبك كمان. قال لي دي ربنا يكرمها دي امي واختي وكل حاجه يعني. بتقول لي كريم كمان؟ اه طب في فيديو لكريم؟ اه وبيشكرك كمان بيقول لي دي امي حبيبي بحبك قوي حبيبي. السلام عليكم انا هنا مع الاستاذ كريم عبد العزيز وانا اسمي يحيى عبد العزيز. ده راجل سكره لان انا بحبه من زمان. هو على الفل يا يحيى انا قابلت اجمل بني ادم مصري في امريكا. لا والله مفيش واحد هنا ما سجلتش معاه. لا والله انت بس انك فاكرنا انت راجل جميل والله العظيم. وفنان انا شفت لك الفيلم بتاعك بتاع اسرائيل ده كان فيلم جميل وقمت بالدور حلو قوي قوي. رافع راس مصر هنا ودايما على خير نتقابل ان شاء الله. الله يخليك يا رب. صبح على مدام اسعاد يونس عشان صباح الفل. مدام اسعاد دي امي. الله يخليك حبيبي يا كراميلا طيبه ودايما بقالي في خير يا رب. الله يخليك ويخليك عمنا. الله صباح الفل الله يكرمك يا حبيبي يا كراميلا. طبعا حبيبي كراميلا.